عشنا كلنا حلقة خاصة من بلجيكا من مدينة ليج مع أم زهرة الأميمة اللي ربت سبعة الوليدات تبارك الله، منهم مخرج سينمائي والباقي أعضاء فرقة موسيقية باناج كولتور معروفة دوليا. أم زهرة من النجوم حلمها اليوم هي ترجع لوطنها المغرب الحبيب، ومن خلال جولة في المدن المغربية تمنات الجمهور المغربي يفرح معها ويتعرف على مجموعة وليداتها، يتعرفوا على باناج كولتور. اليوم أمي زهور هي الحبيبة أمي من مدينة مكناس، مرأة تغصبات في حياتها وليد واحد كان عندها وأصدقاء السوء أداوه وما تهناه حتى حمقوه وضيعوا ميمته في ملكها، تحاست لخوها عاونته على الزمان وعلى الوليدات، ومن اللي تخسروا الفلوس ومشات الصحة قط راسها بحالي لأخوات الماء في الرملة. اليوم هي في دار المسنين في مدينة مكناس. تولدت في مرعب وكان عسكري تجوز تكمود. أنا سميتي زهرة منسوس، حكايتي طويلة، مشكلتي هي ولدي، فرقوها لي ونساني على قبل، وشفت المراير وشفت المحين، عذبني الزمان وزادني المرض، وهذه هي حكايتي. أم زهور الحبيبة أمي كانت مرتاحة مع رجلها، ما خصها خير، بزوجهم معاونين ومقابلين المطعم ديالهم الغيستو. كانت أيام زينة سعيدة في حياة أم زهور الحبيبة أمي. كتشارك معها الشرايين هو اللي سمعه لي الولد حطوه في جيشية فرنساوية. أحياني أحياني أحياني، ودي ضاع مني ودي ضاع مني، مشى سلام مشى سلام مشى سلام خديجة، مشى سلام وليدي مشى. ما تبقايش تبكي، ولدك راه غادي يتعلم وغادي يقرا، واش هانتي تشوفي واش هاد الحالة عاجبك؟ راه ما في حالكش، وخلي الدري تماك احسن ليه. يا خديجة
خديجه واش كضحكي عليا؟ واش كضحكي عليا صاحبتي؟ واش اللي ولا بسميه نصرانيه مازال يرجع؟ قولي لي قولي لي واش كضحكي عليا؟ ما ديريش في راسك هاد الحاله، راه ولدك غيرجع غيرجع، غير صبري. يعني خديجه ما تعطيش عقلك لغيرك، النصرانيه لقات ولد بقات وصوم غدير تترجعوا لي. ولدي طال وكلت الله. راجلها اعتنق الاسلام، ولدت معاه وليد سماته سلام، باش يستافد من الجنسيه الفرنسيه ويتمتع بحقوقه، باه سجلو باسم غربي. امي زهور في داك الوقت تألمت، ما قبلاتش حيت ولدها اللي من كرشها تسجل بسميه مرا اخرى. غيرجع غيرجع وزيدون راه غا يعرف الحقيقه. مشى فرنسا جوج نصران يدو ومشى فرنسا، وانا بغاو يديوني سياسه حول الجرجيه وخلوني. ولدي سلام، انت يا امي زهرة معلومة وليدي، انا هي امك، انا هي امك اللي تسنيتك شحال هادي، انا هي امك وعرفتك واحد النهار غادي ترجع ليا. كنحمدك يا ربي ونشكرك ولدي سلام، رجع ليا. الجيران كلهم غادي يفرحوا معايا اليوم حيت ولدي سلام رجع ليا. مون بير ما دوني فوتخ ادريس وقال لي بلي انت هنا، وانا جيت نشوفك. معلومة انا هنا وليدي، من نهار فرقوك عليا الناس ما كيديني ما كنشوفو، وعرفت عرفتي بلي غيجي واحد النهار وغادي ترجع ليا، غادي يرجع ليا جون كلود، غادي يرجع ليا سلام، سلام ولدي اللي فرقوا عليا. كنحمدك يا ربي، كنحمدك يا ربي ونشكرك، كنحمدك يا ربي ونشكرك، ولدي رجع ليا، ولدي رجع ليا. مي هذاك المحل ما خصوش يبقى مشدود، خاصنا نحلوه، وانا جبت معايا الوراق كاملين. مي من حقك وليدي الريستوران. امي زهور الحبيبه امي وقفات في جنب ولدها، بغاتو يخلف به، بغاتو يترجل وتعول عليه باش يصير المطعم الغيستو ديالهم، وغادي نعيشو منو انا وياك الوالده، وانا هنا على قبلك بوصاني عليك. الله يرضى عليك ولدي يا سلام، وحتى باباك فيه الخير، على الاقل ما نساش العشره، فيه الخير. يلا يخدك علي امي، انا غادي نوض نشوف المعلمين باش يصلحوا المحل ونشوفوا الماتيريال كامل. الله يرضى عليك وليدي. اسمع وليدي سلام، شي من هادشي كله واش كيهمني انا هو انك رجعتي ليا، رجعتي لي رجعتي لبنتك. سلام وليدي هذا هو اللي كيهمني. شتي يرضى عليك، يرضى عليك سلام. قال انا القهوة ودار ورشي، قال هو في القهوة، هو جده، هو مو راجي، قال له في القهوة. ولدي سلام خاصك تعرف اش كدير. مالي شنو كندير؟ ما كدير والو، ولكن راني امك وخايفة عليك. ولدها سلام داروا به اصدقاء السوء، تلفوا على خدمتو، عوجوا على الطريق، عطاها للصهير في عوض ما قابل شغلو، ومطعم فقد الزبناء ديالو. ولكناش شتي مي هي الان، انا اللي قراتني، انا اللي كبرتني، وزيدون ما عمرها كانت تقول لي بحال هادشي. داكور الان سلام، سلام امك هي انا ولدي، انا هي امك زهرة. الان سي ما ميغ داكور، وانتي ماشي مي داكور، تو دوا كومبروند. ما يمكنش، انا هي امك سلام، انا هي امك زهرة اللي فرقوك عليا وقلبت عليك. شوف امي زهرة شتو ديال تخيك زهرة. وي وزيدون كوما كان شبا قلي قال لي بلي انتي هنا، كان مع امك عرفتيني فين انا، وهادشي علاش؟ هادشي علاش دابا عاد بني انتي فين كنتي؟ فين ها دي موا فين كنتي؟ داكور دونك الله يخليك، الله يخليك، فهمي هادشي. ما يمكنش
ميمكنش ميمكنش هادشي اللي كنسمع ميمكنش. سلام سلام، انا هي امك، انا هي امك اللي ولدهاتك وتسناتك، ملي فرقوك عليا، ملي فرقوك عليا وانا كنقلب عليك عمرني. جلس شتي ديال تخك جلس. سلام جلس عمي جلس. سلام شتي هادشي ديالك بزاف، انا ما تنسيبورتيش داكور. بوكو دو بلا 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 صافي جون اي مار دو سا اريت. ياك سلام، ياك ولدي، ياك اللي عليك شربت المراير والمحايم ونسيت راسي حتى غلبني الزمان. ياك سلام، اسمع منك اليوم هاد الكلام. ياك سلام يا حرام عليك يا ولدي حرام. امي زهور الحبيبه امي ضاقت بها الدنيا، ما عرفت ما دير، ولدها كيضيع قدامها، رزقها غادي غير الخسران. ما وقعوا على ديك المشاكل، توفى راجلها والابن ديالها على حسب اش كتعاود هي، واش كانت مثلا الطريقه حسب اش كتقول، مثلا دوك شي وحدين نصبوا عليها باش ياخذوا السكن ديالها، واحد المقهى تما كانوا دايرين فيها مشروع، هذه حسب اش كتقول انهم نصبوا على داك الولد باش يدخلوه المستشفى الامراض العقليه. لازم نقدو عليه، لازم نقدو عليه. فين هو الدوت ديالي؟ بعد وين الدوت ديالي؟ الدوت ديالي تسطايني حمقاني الدوت ديالي. أصدقاء السوء باش يحرموها من ملكها خرجوا ولدها سلام على وعيو، مخدرات لعبات لي على مخو والقراصو في مستشفى الأمراض العقلية. اش كتشرب؟ شنو هادشي؟ هذا الدواء ديالي. ديالاش؟ ماشي سوقك. ديالاش هاد الدواء؟ ما تسوليش بزاف. وريني. بعدي مني. لاشما. لاسما خوكي. سلام. بعدي مني. شو بحالك وريني؟ بسم الله عليك. ياك لاباس. ماشي سوقك. شو واقع؟ ماشي سوقك. لا سوقي وليدي، راني امك. لا. بعدي مني. ما تسوليش بزاف. هذيك حياتي. انا بغيت تعرفي شنو؟ بغيت تعرفي شنو؟ واش بغيتي تعرفي؟ بغيتي تعرفي اش كاين؟ انا معصب، انا مريض، انا ديال الاعصاب، انا كنقول واد الاعصاب. بعدي مني. بس عليك بري، بس عليك بري. سلام لاشما. سلام هي هادشي اللي كيقولوا صحيح. كيقولوا صحيح؟ شكون اللي كيقولوا صحيح؟ هادشي علاش انا جيت لهنا، ولكن عندك الصح، عندك الصح ياكي. كتسيقلو كتسيقلو ياكي. بعدي مني بعدي مني بعدي مني. شوف لاشما لاشما تخوكين جو في فيفغ سول. علي داكاش انا وليدي تهد. بعدي مني بعدي مني بعدي مني انتي بعدي مني با كلكم بعدي مني كلكم 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 بعدي مني بعدي مني. انا حمق، انا تصديت، انا حمق، انا حمق. والجانب اللي خاص هاد المسنين هنا داخل هاد المركب المركب وهو الجانب النفسي اللي ما يمكنش جمعيات المجتمع المدني ولا حنا كإدارة ولا كجمعية نعوضوا هذا الحنان الأسري اللي كيعيش اللي كيفتقدوه هاد المستفيدين هنايا. سالم وسالم سالم وليدي، واش غتبقى مقابل هذا الناس كي يجي النهار؟ ما يهديك وليدي، راه تبقى تابع هادو ولاد الناس يضيعوك. لسما ترونكيل ما يهديك. واش وليدي بغيت تباع مني؟ بغيت تتبع هادوك ولاد تيضيعوك مني؟ امي ما يهديك. امي الله يهديك. بعدي مني خليني نعيش حياتي. لسما ترونكيل لسما فيف جوني ما عيس من هادشي هارا. بعدي مني صافي امي بعدي مني. هما غادي يجيو الدراري صحابي وعاود يشوفوك هنا صافي. ما يهديك والله ياك وليتي كتهرس عليا الجوج سالم. ياك واخا وليدي واخا واخا. ها زهرة زهرة انت فينك السربي؟ ياك لاباس اودي لاباس. ما طلعت عندك هبزز. ياك لاباس. اوف كيفاش كاين؟ جات شي خبر. دوي دوي اش من الاخبار؟ اش غنقول لك؟ ولدك ما على ودي. اوف ولدك قال لك لا لا بقى كيضرب وكيهرس في القهوه وجاو شي ناس داوه. شكون هاد الناس داوه؟ البوليس؟ لا ماشي البوليس. وشكون؟
ماشي البوليس ما عرفش ولدك. قالوا بلا تسطى. وين على ولدي تسطى؟ اييه يعني حي الزمان. اوه اويلي بالريس بس عليك. وسربي سربي دغيا. بالنسبه للمي زهور لدرجه التسامح ديالها مسكينه ودرجه خوفها على ولدها هي انها ما كتقولش ليه. يا لا كل شيء تحاس بعده مني كاكاكم كلكم شون ما بدي سيت في شون ما بدي سا بعده مني تاليش ديجاج تشي واحد من قاعدة يا لا كل شيء بعد مني يا لا بافي تحكوا لي يا لا تشي واحد يا لا تشي واحد من قاعدة تحكوا لي بعده مني تالي دو 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 وش دم مخدش الدبانة روسيه راجلي خلاها هي عند بقايا الكاف بقايا راجلي ماشي عندي انا دار الكاف دهلا عند بقايا بقايا كبر على الكاف نافع ولا مر انا بقايا بحيدي رقايا رقايا الاخر اللي جيت هو حيدي وليش رقايا اللي جيت هو اللي حيدي. شوف سعادة القايد الكاغط اللي عطاك راجلي والورق ديال الدار فينا هما؟ راه هو اللي قالها لي بفمه قال لي راه خليت كل شيء عند القايد. انا ما عندي حتى حاجه لالا حنا ما عندنا حتى ورقه راجلك وراقو فرنساويين حنا ما عندنا حتى علاقه بهم. اولي على فرنساويين الوراق اللي خلاها راجلي عندك راه هو اللي قالها لي بفمه كيفاش حتى ورقه؟ حنا ما عندنا حتى علاقه بولدك الريستو ديالكم راه مسدوده سير لالا القنصليه سولي على راسك. ويلي على القنصليه سعاده القيد بقات لي غير القنصليه حتى هي ياك بحال قلتي فرنساويين باش من اللغه بغيت ندوي معاهم؟ سير لالا راه تما يشرحوا ليك كاين اللي غيفهمني زعما. اييه الله يا ربي الله الله يا ربي لا بقات لي على القنصليه حتى هي الله يا ربي الله لا تمرمدت مرمدت في هاد الزمان الله. كخويا في العسكر 40 عام وانا مريضه كل مره كنجي من العسكر ويدي للسبيطار كل مره يجي من العسكر ويدي للسبيطار حتى مخرج مخرج العسكر ابو سمحوني قال له هديها الدنيا السبيطار مي كان مرض كيجيني مي كان صح كتجدا صافي بنتي ليها غير انت من اللي كان نصراني ما كانتش كتجي عندك. امي زهور الحبيبه امي حمدات الله قاليها خوها وليداتهم قصدتهم وعطتهم الراس. مالي خايفه من شي حد؟ شوف العزيزه اختي زهره راه باغاها غير اللي يعوضها على ولدها وحنا مالنا. خليها معنا تربي معاك الاولاد. هذوك ولادي وانا قادت بهم قول غير لختك تمشي تقلب فين تسكن اما انا قادت بولادي وبداري. هذيك اللي تتهضر عليها راه اختي وغادي تبقى معنا. ايوا تعرف غير انت ربات حتى داك اللي فرطات فيه. ايوا صافي سكتي 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 دابا تسمعك. نورمالمون هي اللي ربات الولاد نتاع الاخ ديالها مدة تقريبا 30 سنة قمتهم وربيتهم هي اللي كبرتهم كتقول لك واحد مزواج وخدام هذا فالله فيا ولينا كنخوت انا كنخوت بزاف خاف على الدراري خاف على ولادو خرج جديد انا كنهضر في الجرة. زهرة هادشي اللي حنا بغيت نهضر معاك تحركي ياك لاباس اختي جلسي بغيت نهضر معاك جلسي. ملي قلالت الصحة وتقاداو الفلوس عيب امي زهور الحبيبة امي بان ومرات الخو تحزمات وخرجت للعيب. عطينا اختي التيساع عطينا التيساع. ياك اختي العزيزه نتفرق على خويا الوحيد اللي عندي في الدنيا خويا الوحيد وانا ولادو اللي كنعتبرهم ولادي حرام عليك حرام عليك العزيزه حرام عليك. ياك انا بغيت غير نعاونكم على تربيتهم اللي قدامي واللي برايا خسرته عليهم غير باش تشوفهم كي بغيتو. احنا ولينا في الخسران انت اش خسرتي اش عندك باش تخسري اش عندك؟ خسرت عليهم باش تشوفهم كي بغيتو نتوما ونشوفهم كي بغيت انا عبيمتهم. خسرت عليهم باش يقراو باش يترباو باش يقولوا ولاد فلان وليدات زوينون مربيين وقاريين اعتبرتهم ولادي العزيزه حرام عليك هادشي اللي كتقولي. أنا اللي
الاتساع وفرقي عليك ولادي وفرقي عليك راجلي، عطينا خصي الاتساع بعدي منا. العزيزه العزيزه ما تقلقيش ما تقلقيش اختي، شتي داك ولدك اللي كيحلم بالخارج؟ عميمتو اللي غادي تصيفطو لداك الخارج وغادي يولي بحال اللي بغيتيه وكيما بغيتي تشوفي وكيما بغات تشوفو عميمتو زهره. راه وليداتك العزيزه هما وليداتي، وهداك راه خويا، خويا الواحد اللي عندي في الدنيا، وحرام عليك تحرميني منه. فكري مزيان العزيزه. انت اش عندك ما تدي؟ ما ديتي حتى داك اللي عندك فر اللي فرطتي فيه، بقى لك غا ولادي باغاهم باش يقولوا لكم مي الله لا كانت ليك. ياك وليت كنتعاير كنتعاير بالولاد، ولدي حمرني ما فرطت فيه، ولدي هما اللي دوا عليا فرقوني عليه. حرام عليك العزيز. الا لا تفرقي مني، اعطيني اتساع، اعطيني اتساع، اعطي راجلي اتساع. ديري على زمان زمان وليت كنتعاير فيه بالولاد. قلبها وربها وللاسف حتى شي واحد ما صدق فيه الخير انه زعما يحضنها وتبقى معاه، لان راه في درجه الام ديالهم 30 سنه تاع التربيه ولا اكثر من 30 سنه. حكيتني الدار اختاريتني. ماكش تبكي اختي؟ ما كنبكيش اخويا، ما كاين والو، ما كنبكيش، ما كاين والو اخويا. على سلامتك جيتي بخير وعلى خير. كما سمعتي شي اخبار على ولدك؟ لا لا الحمد لله، لا 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 ما سمعت والو، كل شيء مزيان اخويا، انت بخير ما خاصك حتى خير، الحمد لله على سلامتك. هي العزيزه هذه قجرات عليك؟ لا 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 حاشا ما حد الله، العزيزه مرات كدايراني فوق الراس، ما عارفاش مسكينه فين تحطني. الله يخليكم لبعضياتكم ولوليداتكم ونشوفكم كيف ما كنحلم وكيف بغيت. شوفي بيميني ودير لك شي حاجه تنطلقها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا خويا كنرتاح لي نشوفكم مجموعين، واني جايه معكم مستورص منكم، بغيت نربي معكم وليداتكم، ماشي بغيت اخويا نفرقش منكم. حاشا ما حد الله، لا لا خويا كلشي يزيد. ضحك ضحك، والله ما درت لي العزيزه شي حاجه، كلشي بخير اخويا، كلشي بخير الحمد لله. راك عارف عارف انت هو اللي محمي اكتافي ومسخن لي اكتافي، وانت هو اللي عندي في الدنيا، هو احنا اللي عندي في الدنيا. والله اخويا لي صدقني كنبكي من الفرحه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عندي خويا بحالك. خويا قول لي يجي يشوفني، يجي يشوفني اخويا، قول لي نموت. لا قلت لي يجي يجي، ما قلتش لي ما يجيش، لا قلت لي يجي 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 اخويا، علاش الزبان؟ علاش الزبان محدني؟ علاش اللي حبيته وبغيته تتباعد مني؟ تحرمني منه؟ فين؟ فين يا ولدي؟ فين يا ولدي تنزل بيا فوق كرامتي؟ وفين خويا؟ إيه أول حاجة اللي كنحاولوا حنا في الجمعية الخيرية الإسلامية أننا كنحاولوا نوفروا جميع وسائل الراحة لهاد الناس الكبار، لأنهم محتاجين للدعم النفساني أكثر من محتاجين لأي دعم آخر، أنهم متخليين عليهم الأسر ديالهم، متخليين عليهم الأبناء ديالهم، وهم في حاجة ماسة للدعم النفساني.
ما كتب ما كتش غير حق كنت تخدم بمجية ما رجعت وانا ما نغير عقلي الجنية دي 50 عام امي زهور الحبيبة امي ضيقات عليهم داخل الدار عزلوها وسكنوها في بيت في الشردة امي زهور الحبيبة امي وسط هاد الحجرة ومع الاداة ديال المنحرفين اللي الليل وما طال كيرميو بيتها بالحجر وكيصدعوها بالغوات تقلقات النعاس ما بقات كتشوف زمان كيحنت الحق امي زهور لقات راحتها بدار المسنين في مكناس ارتاحت وسط ناس كل وحكايته اليوم ما ناقصها خير غير تمنات ولدها تشوف وغات تشوف وطمئن عليه واخوها وليداته وغاتهم غير يطلوا عليها لله على وجه الدم أغلى ما عندي ويا الحنينة توحشت كداويني برضا تضميني وستريني سنين وماشي اول مره ولكن حنا هذه عاده تقريبا مره في الشهر كنديروا زياره لدار المسنين كنديروا نشاط معين الغاليات الحبيبات العزيزات في دار المسنين ونسمعوا أصواتهم نسمعوا أصواتهم في هذه الليلة ونشاركوهم فرحتهم في ليلة اليوم العالمي للمرأة في الجمعية الخيرية الإسلامية وإنها عقود هي هنا وما زالت إلى يومنا هذا تعتقد بأن ابنتها ستعود
ولذلك فوق ما دخلنا اللبس ديالها الفراش ديالها غادي نلقاو بان مفرشاه بالورود مره مفرشاه بالليزوره ديال المطروزين بالفاسي على حساب المحسنين حيت تيجيو تاخذ منهم الحاجه الجميله وتتوجدها كان استعدادا لقدوم البنت ديالها وهي تستعيض عنها بهذه الدميه. يما جاني العطس يما جاني العطس والماء في البردة هادو حباب الخاطر زاونا على غردة يما جاني العطس يما جاني العطس والماء في البردة هادا حبيب الخاطر زانا على غردة أبو زيتي من مازالهم كل يوم ندخل عليك من موازيل مون أمور pour vous toujours mademoiselle chérie combien je t'aime نتكلم لك بكلام عمري combien je t'aime واللي يغدر حرام طير يا حمام وعلي وعطاتك ليام ماكو زوانك في قفزك معمول ما انا بماك ولا بزوانك ما انا غير قعده في قلب زنانك تحيي البصر واللي عسقك لازم يكون صبار نحت مسكينه وما عندي لا حنين لا رحيم الا الله سبحانه وتعالى وغايكم من رزقكم مع الله ويعلي درجتكم وغايب بعد عليكم ولاد الحرم ما بعدت السماء عطرني وغايكم من رزقكم مع الله ويعلي درجتكم والله ياخذ بيديكم يا الحنين هذه المبادرة ديما الأنشطة اللي كتقوم بها جمعية ملتقى الطفولة الشباب ديما هذه الأنشطة الاجتماعية كما سبق لكم الرئيس كنديروا زيارات لدار العجز يعني ولات عندنا هذه بحال دارنا كنجيو لها مرارا واستمرارا هاد الناس ملي تيشوفونا تقول لنا توحشناكم علاش ما كتجيوش عندنا يعني ولات عندنا واحد الصيلة قريبة يعني خصنا كل شهر نجيو نشوفوهم بحال الحنين للطفل الأب ديالو مشينا للرباط كنا في الرباط عاوتاني من الرباط رجعنا للريف من الريف جينا لهنا الحمد لله واكلين شاربين محمين ملابسين ونقيين والله الله يحطيهم الله يخليهم لينا ومن الإدارة حتى هما خدامة ديالنا تتعذبوا معنا حتى هما الله يخلف عليهم زوجة وعندها ابن وما عرفاتوش ملي كان صغير عند واحد السيد صغراوي ولد واحد هاجر هو والابن ديالو للصحراء ومؤخرا الابن بغى يتزوج جاء المراه شرطت عليه الام ديالو ملي جات ملي جا باش يديها رفضت انها تمشي ملي طرحنا عليها السؤال قالت لك انا مرتاحه هنايا في هاد الدار ديال المسنين حسن ما غادي نمشي عند عروستي قوس بالحنين اليوم غادي يتفتح على با محمد الملقب بالشقاوي كان بحال بزاف ديال الاباء بالاسره بمحله بمراته وبوليداته مرتاح في خدمته تتوقف من العمل بحكم التقاعد سن 60 سنه مع فقدان العمل شتات الاسره اللي كان مفروض عليها تبقى في جنبه في ساعه الحزه اليوم غنتعرفوا كلنا على با الشرقاوي ونسمعوا ليه نسمعوا ليه هو كيحكي لنا على هذا التغيير اللي عرفت اليوم حياته سي محمد بيرو والمشكل ديالي انا ملي وصلت واحد السن ديال 60 سنه ما بقاش عندي العمل اللي كنت نخدم بهادشي ديال الاوراق يعني رفضوني قال لك اودي السن القانوني ديالك صافي ما بقاش كيسمح لك باش غادي تشتغل وشركه كتعرف دابا ملي كتكمل واحد البروجي صافي كتقول لك الله يعاون الله يعاونك صافي كتهز الماتيريال ديالها تقول لك الله يعاون الله يعاونك كثر ما خدمنا في السد ديال الوحده كانوا شادينو الطالياني كانوا شادينو يعني استغرقنا تما واحد المده طويله تما كاين ونهار اللي بدا الغياريه هذيك من انتهى الخبز خلى واحد مشيت فحالي انا يعني محمد بيروا واللي كنعيطوا له حنايا هنايا داخل المؤسسه الشرقاوي هو حاله اجتماعيه كان في البداية ديالو في الشباب ديالو في عام عمر ديالو يعني كيعيش كيشتغل بشركات ومجموعة ديال الشباب مجموعة ديال الوظائف ومجموعة ديال الشركات ولكن مع كامل من الأسف فاش تأخر بين السن وصل لواحد المرحلة اللي ما كيقدرش فيها أنه
يشتغل منقاش كيقبلوا الشركات وهذه فعاش ظروف اجتماعيه جد مستعصيه وخاصه في السنتين الاخيرتين يعني كان كيعيش في الشارع وتم الاستخدام ديالو المركز من طرف المندوبيه ديال التعاون الوطني. سنة تقريبا نقول لك في سنة 77 من العائلة ولا عرفتي لا شي من العائلة بعيدة عليا هي شلحة وأنا حريمة أجرت الصدفة وصابيمة. إذا بغيتوا بعضياتكم ولدنا جوج الوليدات ولكنه كان عايشين مع الخوت ومع الخواتات كنا في دار واحدة وقع سوء تفاهم دابا ما بين المرأة والعائلة هذا هو المشكل هي بعد عقوها دابا الهضره والكلامات وداكشي زدت حوايج ومشات بحالها ودارت بيا دعوه وتقابلت معاها ومشينا باش غادي نردوها ما بغاوش الوالدين ديالها اللي باش غادي يردوها هذا هو المشكل وكتعرف الانسان ملي وصلك للمحكمه راه ما بقى لين. العائله ديالي لحد الساعه حتى واحد ما مسؤول فيه ما عندوش بهم علاقه يعني حتى فاش كنسولو عليهم وهذه كيجاوب ديما بالنفي بان ما عندوش عليهم حتى شي خبر هو عارف الاوضاع ديالهم كيفاش دايره وبان عنده ابناء جوج ديال الابناء ما كيشتغلوش وبان الاخوه ديالو يعني ما باغيينوش وهذه ولكن يعني كيحاول انه ما يفتحش النقاش في هذا المجال هذا. الولاد دات واحد صغير وواحد كان بقى تما كاين في الدار مع الوالده هذاك الصغير دات وهذاك ما تنشوفو شي كاع وهذا الكبير راه عنده دابا تقريبا 35 عام اللي عنده الكبير والصغير راه عنده دابا تقريبا شي 32 عام الكبير كاين في الداخله خدام ومولانا على ما كيطلع حتى هو ومتزوج من تما تزوج بواحده صحراويه من الداخله يعني شت ورا في سنة 2005 الوالد راه صدلك جات شي قال لي راه البيض العين بصيرة واليد قصيرة قال لي راه ما كرهتكش واش غادي ندير هما ساكن ما عندهم شي استطاعة باش غادي يعاونوني أنا ولا غادي ياخذوني ما عندهم شي غالب وخوت اش غادي نقول لك راه كل خو راسه خويا غادي يعرفو انا كنت انا في الدار نيت مع الوالده وكان واحد الدار ديال واحد خويا تيعيش في الطاليان دارت بيا الوالده قالت لي ولدي اش غادي نقول لك قالت لي اخوك مجوج بولادو قالت لي ولدي شوف على كيفاش تدبر على راسك قالت لي اخوك ما باغيش هي ما كاين حتى شي مشكل الدنيا هذه كانت السلطه تلاقيت مع واحد من المندوبيه هو اللي قال لي غادي تدوز عندنا المندوبيه قال لي غدا الصباح حنا غنتسناو وتجي عندنا المندوبيه هي هذيك مشيت عندهم المندوبيه وبركت مع المندوب شحال وانا كنتناقش معاه كيما هكا قلت له ودي الله كرفص قلت له انت تشوف الحاله كي دايره قلت له انت تشوف دابا البرد والشتاء وقت خايبه وهي هذيك هو هزني المندوب بيده وجابني حتى لهنا وحقيقة فاش جا لهنا كذلك هو كان كيعاني وضعية صحية وضعية نفسية متدورة نظرا لذوك الأيام العصيبة اللي كان كيعيشها في الشارع من مكان لمكان من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية وفاش جا لهنايا حاولنا نشدو يديه ونعطيوه داك الدعم النفسي وداك الدعم المادي واش غادي تلوم كنلوم بعد الوالده هي الاولى تنلوم الخوت بعدا ما كاينش اللي دا بيا ما كاينش اللي عطل عليا ما كاينش والو والولاد عليهم انا نعم عليهم الله ماشي تقولي زعما نعم عليهم الله خواتي راه كاع لاباس عليهم كاع ديارهم كاع لاباس عليهم ما كاينش اللي عطل عليا كاع ولاد ولاد مساكن قلت لك ما عندهمش يعني ماشي خدامين شي خدمه مزيانه ولا شي حاجه ما عندهم شيء هذاك الصغير تا هو راه تيتلاوط اللي كنسمع انايا انا ما تنشوفوش هيك راه تيتلاوط تا هو ما عندو حتى شي خدمه مرسمه وهذاك اللي في الداخله تا هو نيت ما عاد خدام قال لي ما عاد بشي اوتيل وش هذاك الشيء
والله فينا هي الفلوس ها هي دابا ملي بقيناش كنخدموا فين ما غتجيب الفلوس انا مريعين ما كنردوا حتى ريال اللي كنا بعد هذيك الساعه كنا من قبل نوصلوا السن ديال 60 سنه كنا كنخدموا كنا هازين روسنا ما كان الشركات موجودين كانوا الاوراش موجودين ما دابا راه ما كاينش واش غادي نقول لهم راه هما تيشوفوا في الحاله ديالنا اش بغا يقول لا حنا دابا جابنا لهنا جابتنا الراحه جابتنا شي حاجه انا راه كون عندي غير محل فين نستقر ما نجيش انا لهنا الاستقرار هو فين كنا فين غادي نزقاو ما غاديش نجي انا لهنا كاع يلا جينا هنا اللهم لك الحمد زعما الناس الله يكثر خيرهم والله يجازيهم بالخير ما خاصنا حتى حاجه الحمد لله كنا بيك مجموعين باللي مشيت تفرقنا برنامج الناجح اللي حقق اعلى نسبه مشاهده داخل المغرب وخارجه اللي زرع الامل في قلوب الامهات المتخلى عنهم البرنامج اللي خرج من القلب ووصل للقلب اللي كان قريب من المغاربه كاملين اللي كيتسناو المغاربه كل اثنين مخرجه تالقت بمجموعه من الاعمال في الغاليه مسلسل ولادي في تيتريت وفي الحبيبة حمي إنها المخرجة المتميزة المتألقة الخجولة جميلة بن عيسى البرجي عمل متواضع اللي دخل بيوت المغاربه ارقاء ويعطينا حالات ناجحه وهذه المناسبه كنقول شكرا لجميع الامهات المغربيات وشكرا للنساء المغربيات المتميزات والناجحات واولهم المعلمات ديالنا حنا منصور مهدي اللي وصل راسك منصور مهدي لا ليتك يتحنا